تأتي إلى الذكرى مسيرة الخضراء المدفرة التي أبدعتها عبقرية جلالة الملك المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه لنستحضر السادس من نوفمبر 1975 وذكرى انطلاق جماهير المتطوعين من كل فئات المجتمع المغربي ومن سائر ربوع الوطن صوب الأقاليم الصحراوية للذود عن وحدة الوطن وللتأكيد أيضا على إرادة الملك وشعب الراسخة لاسترجاع حقهم المسلوب وعزمهم على إنهاء الوجود الأجنبي وصمود المغاربة وتحطيم الحدود المصطنعة بين أبناء الوطن الواحد مستندة إلى كتاب الله. يشكل تخليد هذه المحطة مناسبة لاستحضار الأمجاد واستنهاض الهمم من أجل إعلاء صرح المغرب الحديث تحت القيادة المسيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللتأكيد للأجيال الجديدة والمتعاقبة على ضرورة تدعيم روح الوطنية وذلك في أفق مواجهة التحديات وكسب رهانات الحاضر والمستقبل.